تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج من الجزائر عبر قناة الوطنية. مباشرة بعد فوز الرئيس عبد المجيد تبون لرئاسية 2024، تهاطلت البرقيات من مختلف زعماء دول العالم. ولكن الشيء الملفت في الانتباه من خلال هذه البرقيات هي طبعا عودة العلاقات الجزائرية مع بعض الدول مثل روسيا، الإمارات وروسيا بعد الفتور أو النوع من التراخي في العلاقات الجزائرية وهذه الدول. طبعا هذه النقطة أثارت العديد من التساؤلات من طرف نشطاء وباحثين وأساتذة، ونحن طبعا من خلال هذا البرنامج أردنا أن نسلط الضوء على هذه النقطة. طبعا يسعدني في هذا اللقاء مشاهدينا الأكارم أن نناقش هذا الملف رفقة ضيوفي الأكارم في البلاطو، الدكتور حكيم بوغرارة أستاذ جامعي ومحلل التلفزيون الوطنية. مساءك سعيد سيدي ومرحبا. أهلا، شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكريم. شكرا جزيلا، ويسعدني أيضا أن أرحب بالمحلل السياسي والخبير الأمني الأستاذ علي روينا. مساءك سعيد سيدي ومرحبا. شكرا على الاستضافة، مساء الخير، شكرا على الاستضافة، مرحبا بضيفك الكريم وبالسادة المتابعين الكرام. نعم، أبدأ بك دكتور بوغرارة، لو تضعنا في الصورة أو ما قراءتك الأولية لبعض الدول التي كانت متسارعة أو تسارعت إلى حد بعيد في بعث برقيات تهاني للرئيس عبد المجيد تبون، وبعض الدول لم يعني تصبر إلى غاية صدور النتيجة الرسمية، وأقصد بذلك روسيا، الإمارات وأيضا فرنسا، تفضل. وردود الفعل الدولية وبرقيات تهاني والمكالمات الهاتفية بالنظر إلى الظرف الذي جاءت فيه لا يمكن قراءتها من زاوية التبريكات فقط أو التهاني، ولكنها حملت الكثير من الرسائل السياسية، الكثير من المواقف والكثير من ردود الأفعال، والتي صبت كلها في منحة إيجابي تجاه الجزائر واعتراف بمكانة الجزائر وباحترام الجزائر واحترام المسار الانتخابي ونتائج الرئاسيات. لأنه صراحة أستاذ بن رقطة، قبل الانتخابات الرئاسية كبرى مؤسسات الإعلام في العالم بكبار محلليها كل الكتابات صبت في حظوظ الرئيس عبد المجيد تبون، المترشح عبد المجيد تبون في الفوز بعهدة ثانية بما فيه مختلف التحليلات الجزائرية. ربما عبر البلاطوهات لم نتحدث كثيرا عن هذا الأمر حتى لا يحسب انحيازا أو إفساد للعملية الانتخابية، ولكن وسائل الإعلام العالمية كانت كلها تتوقع هذه النتائج. ثانيا، نعم، نحن لا نتحدث عن تبون كشخص، وإنما اهتمام الدول الأجنبية بما يحدث في الجزائر، يعني هذا لا غبار عليه، في اهتمام كبير من هذا لما يحدث في الجزائر، وهذا من ناحية حتى نقدم للإجابة. ثانيا، لا ننسى بأن هذه الدول التي هنأت الرئيس عبد المجيد تبون والجزائر لديها سفارات هنا، والسفارات عينها على كل شيء وتسجل كل شيء وتتابع كل شيء، ولو كانت هناك أمور لأبلغت دولها حتى لا يكون هناك اختلال أو سوء فهم. ولكن هذا رسالة كذلك بأن الانتخابات الجزائرية معترف بها عالميا، والتبريكات هذه والتهاني كذلك تعتبر موقفا سياسيا، عكس البعض الذي من الجزائريين الذي أراد التشويش على الانتخابات الجزائرية والتشكيك في نتائجها مع حفظ حقوق المترشحين في الطعون وفقا لما ممتاز ينص عليه الانتخاب. الآن هذه التهاني والتبريكات والمكالمات الهاتفية مثل ما تحدثت، إذا وصلنا إلى التفصيل، فرنسا بكل الاستفزازات والمشاكل والعلاقات التي تصعد وتتذبذب في كل مرة، فهذا لم يمنع السلطات الفرنسية على رأسها الرئيس الفرنسي من تهنئة الرئيس عبد المجيد تبون وإرسال مستشارته ومبعوثاته الخاصة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الجزائر. ثانيا، روسيا الرئيس فلاديمير بوتين بعث ببرقية مهمة جدا تتضمن الكثير من المعطيات الخاصة باتفاق الشراكة
الاستراتيجي المتجدد بين الجزائر وروسيا، وقال في البرقية بأنه مستعد إلى الانتقال إلى مستويات نوعية أكثر، وقال بأنه حتى على مستوى الثنائي هناك الكثير مما يجمع الجزائر وروسيا لتطوير العلاقات وما يخدم الشعبين الجزائري والروسي. الولايات المتحدة الأمريكية من حيث التايمينج كانت من الدول السباقة لتهنئة الجزائر. الإمارات العربية المتحدة، كل ربما الخلافات والتراشق الإعلامي بين الجزائر والإمارات، ولكن لا يجب أن ننسى بأن العلاقات التاريخية فيها ما يجمع، فيه ما هو مختلف، وأنا أعتبر بأن الاختلافات في بعض الملفات والتراشق الإعلامي هذا يدل على خصوبة العلاقات بين الدول، ولا يوجد فيها نفاق في وقت التآخي وعندما يحدث خلاف، ولكن العودة إلى علاقات هادئة وعلاقات مميزة ووعود بتطوير هذه العلاقات هذا يدخل في الجانب الدبلوماسي، لأن السيد بن رقطة مهما كانت التحاليل الإعلامية، مهما كانت التحاليل السياسية، ولكن تبقى السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما يقطع أو ما ينص عليه الدستور صراحة. وبالتالي نحن عندما نحلل فهذه مواقف شخصية تعود إلينا أو تقدير لأوضاع معينة وفقا لرؤانا، ولكن تبقى الأمور الرسمية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الجزائرية. طبعا من خلال كلامك نروح لضيفي الأستاذ علي روينة، تبحت ربما ب خلينا نقول في عجالة ما كان يقول الأستاذ مصطفى والدكتور حكيم. لو نتحدث من نتعمق نوعا ما في هذه البرقيات، هل هي بمثابة بداية صفحة جديدة لبعض الدول مع السيدة الجزائر؟ عطفا على ما تفضل به الدكتور حكيم بورارة، أولا هذه التهنئات والتبريكات ورسائل التهنئة ويعني عبر الهاتف كلها تدخل في إطار التهنئة العادية لكل دول العالم، هذا تقليد دأبت عليه كل دول العالم. هذا من الجانب الشكلي، من الجانب الموضوعي؟ من الجانب الموضوعي، وبالتحديد عندما نتكلم على فرنسا وروسيا والإمارات، فهذه الدول بالخصوص هناك خلافات مع الجزائر، وابتداء كذلك من روسيا، هذا الحليف الاستراتيجي منذ الاتحاد السوفيتي، حدثت يعني بعض يعني الاختلاف أو سوء التفاهم من خلال التواجد الروسي في الساحل من خلال قوات فاغنر، وبالتالي الجزائر قبل هذا سنة 2023 عن طريق الرئيس تبون قال بالحرف الواحد أمام الرئيس الروسي وكل وفود الحاضرة في روسيا آنذاك خلال زيارته أن الجزائر يعني الجزائريين أسياد في قراراتهم وما إلى ذلك، وبالتالي الجزائر لا تساوم ولا تبيع ولا تشتري ولا تدخل في هذه الصراعات الدولية التي أريد لها أن تحاك أو تنشأ في القارة الإفريقية أو في الساحل والصحراء، وبالتالي الجزائر كانت يعني تركز على ما يسمى بعدم الانحياز وما إلى ذلك وعدم الخوض في سياسة التوافقات وما إلى ذلك، وبالتالي هذا الأمر كان واضحا، ومن هنا جاءت رسالة التهنئة لبوتين في هذا الصدد من أجل يعني رأب الصدع وبالتالي تصحيح ما فات، رغم أن روسيا تحرص على تواجدها في الساحل والصحراء لي يعني تكون، وهذا يتعارض مع مصالح الجزائر أيضا، نعم، لكي تكون مكان القوات الفرنسية وحتى الإفريقية والأمريكية والصينية، هذا التسارع وهذا في القارة السمراء. بالنسبة للإمارات، الإمارات نفس الشيء، كان تواجدها يعني وتواجد المال تاعها في كل القضايا وفي كل النزاعات العربية وخاصة في ليبيا والسودان، وهذا ما أقلق الجزائر، وجاء في اللقاء السيد الرئيس في لقائه مع الصحافة أنه أشار إلى هذا الموضوع بأنه هذا التواجد أو هذا المال أضر بالأمن القومي الجزائري وسيضر بالأمن القومي الجزائري. نفس الشيء لفرنسا، فرنسا قد يختلف الأمر نوعا ما لأنه العلاقات طويلة تضاهي 200 سنة، فيها جذب وفيها مد وما إلى ذلك، إذا عندنا ملفات ثقيلة وثقيلة جدا مع فرنسا، منها الذاكرة ومنها الجماجم ومنها عدة أمور، والجزائر تحرص على هذه وكذلك الجالية، وكذلك الجزائر تحرص على حلحلة هذه الملفات، وبقي الأمر كما هو حتى وصل الأمر إلى
التصريح الذي قام به ماكرون حول يعني الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. من هنا كان الرد الجزائري عن طريق الخارجية، وتشنجت نوعا ما العلاقات التي دائما نعم تعرف ما في هذه فرنسا. النقطة أستاذ روينا والتشنج، هل اليوم هذه البرقية التي بعث بها ماكرون، هذه البرقية يراد من خلالها مدخل لمحاولة، وخاصة كما تفضل الدكتور يعني بعث مستشارته للشرق الأوسط وإفريقيا من أجل، وبعث بالرسالة أيضا والتهنئة وما إلى ذلك. ماذا يريد ماكرون بالتحديد؟ يريد هل اليوم يريد أنه توطيد العلاقات؟ هل اليوم التشكيلة الجديدة للحكومة، ونفس السؤال موجه للأستاذ حكيم مغرارة، هل اليوم نقدر نقول أنه التشكيلة الجديدة لماكرون تسمح لي أنه يكون فيه مرونة أو بالنسبة لماكرون في التعامل مع الجزائر؟ الأزمة السياسية الداخلية الفرنسية ما زالت مستمرة. ميشيل بارني، هل هذا سيؤثر على العلاقة بين البلدين أو لا؟ أكيد سيؤثر في حالة واحدة، إذا تم الإبقاء على تاريخ زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا. نحن خفضنا، هم متخوفون اليوم، حتى الإعلام الفرنسي يتحدث على أنه في بإمكان الرئيس عبد المجيد تبون أنه يلغي الزيارة المبرمجة إلى فرنسا من جراء التصريحات الأخيرة لإيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء الغربية. هو تغيير موقف فرنسا في الصحراء الغربية لم يكن بيد ماكرون، أو ليس قرارا خاص بماكرون، لأنه كان قادرا على اتخاذ هذا القرار في العهدة الأولى، ولكن هناك دوائر ضغوطات. لا لا، هو صناعة القرار في فرنسا لا تعتمد على ماكرون فقط، هناك دوائر خفية في الإليزي، أو حتى نقول استخبارات والدوائر العسكرية واللوبيات الضاغطة هي التي تشارك بشكل كبير جدا في صناعة القرار، لأن هذا القرار الفرنسي الذي جاء بعد عقود طويلة فيه الكثير من الغموض. ثانيا، فرنسا ليست وصية على الصحراء الغربية، وليس لن يكون لها أي أثر، لأن الملف قانوني متواجد على مستوى الأمم المتحدة، هم فقط يستخرجون مثل هذه الملفات في وقت الأزمات الداخلية حتى يوجهون الرأي العام، حتى يخلقون أزمات من أجل الإلهاء. ولكن الجزائر متفطنة لهذه الأمور، ولكن مهما بلغت العلاقات بين الدول من مشاكل ومن أزمات، ولكن فيه جانب براغماتي، فيه بعض المصالح. لديك جالية بسبعة مليون جزائري في فرنسا، هناك الكثير من المؤسسات الفرنسية في الجزائر، هناك الكثير من المستثمرين الجزائريين في فرنسا، وبالتالي مثل هذه الأزمات تكون يعني على مستويات عليا من القرار، وعليه فالجزائر دبلوماسيا، الظرف يتطلب هذه الدبلوماسية مع الحفاظ الجزائر على سيادتها على القرار وعلى مواقفها. ولكن العلاقات الجزائرية الفرنسية معقدة ومتشابكة كثيرا، بعد زيارة ماكرون في أوت 2022 وتوقيع اتفاق شراكة متجدد فيه شق خاص بالذاكرة وشق خاص بالاقتصاد والأموال، ولكن اليوم ولكن مجمدة هذه لحد الساعة، هذه الاتفاقيات فيه مد وجد. طبعا مثلا تطير العلاقة بين فرنسا وجزائر، مجلس اقتصادي، مجلس أمن مشترك، لجنة الذاكرة، إلى حد الساعة يعني متوقفة. هل سنشهد في الأيام القليلة القادمة انفتاح ربما أو انفراج؟ هو أهم، أنا أعتقد بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا التي ربما لم تؤكد بعد إن بقي التاريخ على أصله أو ستعدل، أعتقد بأن كل هذه المعطيات سيتم دراستها في الزيارة، وإلا ستبقى مثل هذه الأمور محل تجاذبات إعلامية ودبلوماسية. ولكن اليوم أعتقد بأن الأمر متوقف على تاريخ زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إن تم الإبقاء عليها أو الإلغاء. وعلى كل، ليس هناك أي بيان رسمي يتحدث عن الإلغاء أو عن إبقاء الزيارة، ولكن أعتقد بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون التي تلقى مقاومة كبيرة من تيار ديغولي للجمهورية الخامسة الذي يحن إلى الاستعمار، والذي يريد إبقاء الجزائر كمحمية فرنسية، هو من يعرقل دائما زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا. ولكن أعتقد بأن هذه الزيارة تريدها أطراف أخرى فرنسية، تريد التصالح وتريد الذهاب إلى المستقبل مع الجزائر، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين فرنسا وبين إفريقيا وشمال إفريقيا ودول شمال إفريقيا. أعود إليك أستاذ علي أروينا، طبعا هذا التشنج الذي يحدث في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وخليني نقول كانت في بداية التهنئة هي عبارة عن برقية تهنئة، بعدين تبعتها كما قال الأستاذ رسالة وكما أشرتم إليه منذ قليل. هل هذا يدعو إلى أنه اليوم فرنسا أو السلطات الفرنسية تريد أن تتودد وتعيد المياه لمجاريها مع الجزائر؟
في الحقيقة فرنسا مصالحها أم أنه مجرد ذر الرماد في العيون لا أكثر؟ فرنسا مصالحها كبيرة في كل إفريقيا وفي الجزائر تحديدا، وبالتالي الحرص على معالجة العلاقات وإرجاعها إلى الطريق السليم مما يخدم المصالح المصالح المختلفة لكلا البلدين، هذا ما تحرص عليه فرنسا أيضا. والمشكل أنه كما تفضل الدكتور أنه هناك تيار دوغولي استعماري الذي يريد يعني خلق هذه المشاكل وهذه الأزمات ما بين فرنسا والجزائر، رغم هذا التاريخ الطويل العريض الممتد إلى 200 سنة إلى الآن، يعني 132 سنة وما بعده، هذه 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية. لكن أرى أنه حتى التيار ماكرون كذلك هو التيار دوغولي. لماذا؟ نرجع إلى تصريح في جريدة لوموند حيث قال أن الجزائر لم تكن دولة لو لم تستعمرها فرنسا، هذا كلام دوغول، يعني الرئيس ماكرون ينتمي إلى المدرسة الدوغولية وهو امتداد لها، وبالتالي الكفر ملة واحدة. هذا من ناحية أننا نتكلم على العموم، لكن سياسيا هم يرون إلا مصالحهم ويتبعون إلا مصالحهم، وبالتالي هذه الاستفزازات هو وكأنها ابتزاز أو لي ذراع أو شيء من هذا القبيل. إذن السياسة مع فرنسا يجب أن تكون براغماتية كما يفعل بالضبط الآن السيد الرئيس، يعني كما شاهدنا في عهدته الأولى، وبالتالي هذه البراغماتية هي التي ستحصل بها الجزائر على يعني إعلاء كلمتها وصون يعني العلاقات وكذلك صون المصالح الجزائرية مع أمام المصالح الفرنسية. طبعا كلام يقال هنا وهنالك دكتور بغرارة وأيضا أستاذ علي روينا، تكالب وسائل الإعلام الفرنسية على السيدة الجزائرية، من جهة محللون يقول بأنه حتى يعني قبل قليلة نتحدث على أنه فيه تودد من طرف السلطات الفرنسية الجزائر وإعادة المياه إلى مجاريها وغيره، من جانب آخر نرى أنه تكالب على الجزائر في الشق آخر، مثلا عشية فوز الرئيس عبد المجيد تبون وكالة الأنباء الجزائرية ترد على بعض الوسائل وتقول الجزائر ليست محميتكم والكثير من التفاصيل التي تبعتموها أستاذ بغرالة، في رأيكم هل هذا سيؤثر أيضا على العلاقات بين البلدين؟ هو أم أنه مجرد كلام لا أكثر؟ هو الغرب معروف بأنه دائما يبرر بأن حرية التعبير والصحافة، هل حرية التعبير والتهجم على الطرف الآخر؟ هم في قناعاتهم، هناك حرب نفسية، حرب ثقافية، حرب إعلامية في العالم. اليوم الإعلام هو أقوى سلاح باعتبار أن الإعلام عنده تأثير قوي جدا. هذا من هذه نظرتهم إلى الإعلام. صراحة نحن محل تهجم كبير من عدة وسائل إعلام غربية، وهذا يدخل في سياق تركيز إعلامي يوجد عند اللوبي الصهيوني الذي يوظف مختلف القنوات من أجل استفزازك، من أجل خوض حرب نفسية، من أجل التشكيك في أي حدث تنظمه بما فيه الانتخابات الرئاسية. ولكن على الجزائريين أن نعي نحن اليوم بأنه لا مجال للخطأ في المناسبات الكبيرة. اليوم نقف على عدة جزائريين وإن كنا نحترم مواقفهم، ولكن هناك بعض الآراء تذهب إلى التشويش وإلى المساس بالمسار الانتخابي وبنتائج الانتخابات. أنا لا أبرر لوسائل الإعلام الغربية، ولكن هذا يجب أن نشخص حالنا، كيف يمكن أن نعطي فرص للخارج حتى يتهجم ويقلب اتجاهات التغطيات الإعلامية هنا في الجزائر. وبالتالي من هنا فصاعدا قلنا في الكثير من المرات بأنه يجب أن تكون هناك كفاءات لتسيير مختلف القطاعات ومختلف التظاهرات حتى لا يتربصوا بنا وينقلون أحداثنا للتهجم علينا ويحشدون الرأي العام الوطني ضد المصالح الوطنية. لأن اليوم ربما وقفنا على اعتراف عالمي، على تهاني عالمية من كبرى الدول بالانتخابات الجزائرية، ولو فيها جزء من المصلحة أو جزء من التودد أو جزء من البراغماتية في مصالحها، ولكنهم لاحظ كيف يستغلون الفرص، كيف يصححون أخطاء الإعلام حتى يقولون لك بأنك أنت أخذت مواقف على وسائل الإعلام، ولكن تبقى الدبلوماسية ومواقف الرؤساء ووزارات الخارجية أقوى من مواقف الإعلام، أن الدول تتعامل عبر هذه القنوات وليس عبر الإعلام، وبالتالي هذه دروس يجب أن نستخلصها. صراحة نحن نرفض هذه التهجمات، أكيد فيه تيارات صهيونية وفيه تيارات ديغولية تستغل دائما وسائل الإعلام التي هي ملك لمؤسسات تصنع السلاح،
والكثير من الخلفيات أو الكثير من اللوبيات الخفية التي توجه هذا الإعلام، وليست هي المرة الأولى. ولهذا يجب أن نقوم باستراتيجية رد الفعل أو باستراتيجية الفعل. ما حدث في الانتخابات الرئاسية الجزائرية يجب أن يكون هناك درس، يجب الحذر في من نسلد الكفاءات لتسيير مثل هذه الاستحقاقات. الاختراقات كبيرة، الطابور الخامس ما زال متواجد بقوة في الجزائر، وبالتالي اليوم كل المخاوف من أن مثل هذه الأمور تكون من الداخل الجزائري ويستغلها الخارج لضرب الجزائر بحجة أن من أعطانا الفرصة هم جزائريين من داخل الجزائر. على كل الأمر الذي حدث مع وسائل الإعلام الفرنسية هو أكبر بكثير من محاولة التشويش على رئاسيات، ولكنها استراتيجيات غربية وصهيونية لإضعاف الدول، لشن حروب نفسية وإعلامية ودعائية على الشعوب حتى يجعلونها تكره الجزائر. أستاذ، هناك أمر مهم جدا في كل مرة كنا نود الحديث عنه. أستاذ، لاحظ بأن فيديوهات الحراقة الجزائريين الذين يذهبون يستغلونها إلى فرنسا بعض الأطراف ويستعملونهم من أجل تسويد الوضع في الجزائر. لسنا هنا للدفاع عن أي طرف، ولكن أن تجد نخبة تبني آرائها على فيديوهات هؤلاء الحراقة الذين نبقى نحترمهم وهم جزائريين من أجل أن يأخذوا من هؤلاء الشباب حتى يحكموا على الأوضاع في الجزائر دون تسويق صورة سوداوية عن الجزائر، تمام، دون إخفاء النقائص والانتقادات التي تبقى مواقف حرة لكل شخص، شريطة أن لا تكون بالسب والشتم. ولكن لاحظ بأن استهداف عقول الشباب وجعل هؤلاء الشباب في واجهة من ينقل صورة الجزائر والتأثيرات التي تظهر على الرأي العام الجزائري، كل هذه صناعة إعلامية ودراسات وسياسات عالمية لاستهداف الدول العربية والإسلامية. ولكن للأسف الشديد الكثير يحاول مسايرة الغرب، وهذا نوع من العمالة، لأن هؤلاء الغرب لا يعترفون بمن يسايرهم أو ينتقدهم، وبالتالي هو في الأخير يريدون استهداف الجزائر. هذه الوطنية التي لن نندم على الدفاع عنها، وحتى التحسيس بالمشاركة في الانتخابات كانت من باب المصلحة العليا، حتى ولو كانت نسبة المشاركة ضعيفة. نحن لا نتحرج أو لا نتعقد من أي أمر واقعي، ولكن يبقى الواجب في مراحل معينة هو الذي يفرض علينا اتخاذ مواقف تجاه الوطن وليس أشخاص. واضح الفكرة. عندك تعليق أو توضيح أو إضافة لما قاله الدكتور باش نروح للجزء الثاني ونتحدث أيضا عن العلاقات الجزائرية الإماراتية والروسية؟ تفضل. نعم، دائما في نفس السياق، حتى أنه الناس اللي ما راحوش للانتخابات الذين كانوا يحرضون حتى على عدم الذهاب إلى الانتخابات من أجل إضعاف هذه المشاركة الوطنية كانت حجتهم ليس فقط الحراقة، كانت حجتهم يقول لك البطاطا مثلا دي 14000، يقول لك مثلا يا جماعة الخير الجزائر وطننا ولا وطن بديل لنا غيره، الجزائر فوق كل هذا، ونجاح الانتخابات هو نجاح الجزائر، وبالتالي كان الشعار الجزائر تنتصر. إضافة إلى ذلك أنه في هذه الانتخابات بالذات عندما كنا ندعو ونقول يعني عدة جهات وعدة يعني أكاديميين وأساتذة وبلاطوهات وكل الإعلام كان يدعو إلى الذهاب بقوة إلى هذه الانتخابات، ليس لزيد الانتخاب زيد أو عمر، وإنما من أجل نجاح الجزائر، وكانوا يحذرون من المؤامرات وأن الجزائر مستهدفة، كانوا يضحكون وكانوا ينكتون بأن هذا الأمر فارق، وكانوا يقولون أنكم في كل مرة كنتم تقولون بأن الجزائر معرضة إلى الخطر وما إلى ذلك، من يسمع بهذه الجزائر حسب آرائهم وحسب ما يدعون؟ انظر الآن، وكنا نحذر حتى من المؤامرات الداخلية، انظر الآن ماذا حدث حتى في الرئاسيات، قلنا نحن أمام الأمر الواقع، يعني هذا ما كنا نحذر منه، لو ذهبتم بقوة أو ذهبتم بكذا لكان الأمر مختلف تماما، لما يعني تمكنت العصابة أو هذا الطابور الخامس أو هؤلاء الذين اخترقوا هذه العملية الانتخابية الديمقراطية لما تمكنوا من الوصول إلى أهدافهم الخبيثة. نعم، لكن لا حياة لمن تنادي. وصلت الفكرة أستاذ علي روينا. مشاهدينا الأكارم، نروح فاصل إعلاني وراجعين للأستوديو لاستكمال بقية النقاش.
عودة إليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكل من التحق بنا اللحظة في برنامج من الجزائر، ورحب من جديد بدكتور حكيم بغرارة أستاذ جامعي محلل التلفزيون الوطنية، أهلا بك من جديد. أهلا ونرحب أيضا من جديد بالأستاذ علي روينة الخبير الأمني والمحلل السياسي، أهلا بك سيدي. شكرا. نعم، نعود لنقاش أستاذ حكيم بغرارة. العلاقات الجزائرية الإماراتية كانت طبعا التهنئة عبارة عن برقية من طرف طبعا الإمارات لتنشر بعد ذلك الرئاسة الجزائرية التهنئة، يليها بعد ذلك اتصال هاتفي ترتيبي يحاول من خلال هذا الاتصال أنه ترتيب لقاء. في رأيكم فحوى اللقاء وغيره من هذه القضايا التي ستكون في الأيام القليلة القادمة؟ تفضل. أستاذ، ربما إن صح التعبير الصلح الجزائري الإماراتي تم على هامش مجموعة قمة مجموعة السبعة في إيطاليا قبل أشهر. كان تقارب جسدي بين طبعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأيضا الملك رئيس الإمارات بن زايد. هو أستاذ في إدارة الأزمات كل دولة لديها طريقة في إدارة الأزمات. عندما الأزمات تمر ببدايات ثم تصعد إلى الذروة ثم تكون هناك حلول عبر القنوات الدبلوماسية. جاء هذا اللقاء في إيطاليا ثم بعد الرئاسيات الجزائرية فيه تهنئة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ثم مكالمة هاتفية، وهذه هي الدبلوماسية التي تستغل أدنى الفرص من أجل تقليص الفجوة. بخصوص البرقية أستاذ حكيم بغرارة، هل هي بمثابة جس النبض؟ لا، هو فيها بروتوكولات، فيها سفارة إماراتية هنا في الجزائر، أكيد بأن التنسيق كبير جدا، والبرقية جاءت في ظرف مهم جدا، جاءت بعد ساعات من إعلان. لأنه لاحظنا أنه نشر مثلا برقية التهنئة الخاصة بفرنسا يعني لم تكن على الشاكلة التي نشرت به باقي البرقيات. تمام، وهذا يعكس ربما هذه كلها لديها دلالات، لأن فرنسا هي متيقنة من أنها قامت بأعمال خطيرة جدا تجاه مختلف الملفات التي هي مستوى الأمم المتحدة، وبالتالي تغيير الموقف بهذه الطريقة حتى رد الفعل الجزائري فيه قبول للتهنئة، ولكنها ليست ممتاز الطريقة التي تعكس ربما علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول. نعم، قبول أيضا برقية التهنئة من الإمارات كانت بشكل عادي مثل باقي نظيراتها، هل هذا كان يعني سببا في أنه تكون في اتصال هاتفي يتبع البرقية من أجل ترتيب هذا اللقاء؟ ما هي الشروط؟ ما هي الآليات ربما اللي راح تكون؟ هو بين الجزائر والإمارات الكثير من الود التاريخي، يعني الكثير من المراحل الزاهية، الكثير من الاستثمارات، الكثير من التعاون، من التوافق، حصل في مرحلة معينة خلافات جزائرية إماراتية، ولكن الإمارات بالمقارنة مع فرنسا إخواتنا في العروبة وفي الإسلام، نحن لا ننكر خير تلك الدول ومواقف تلك الدول. عندما تحدث أزمة قلنا بأن يفتح المجال للإعلام وللنخبة للرد ربما بطريقة إعلامية شرسة دفاعا عن مصالح كل دولة، ولكن يبقى في الأخير بأن حل الأزمة دائما يكون بالحوار، يكون بهذه المجاملات، يكون بهذه التبريكات، بهذه التهاني، وبالتالي نحن في الأخير إخوة بين الجزائر والإمارات، وبالتالي الأزمات كما قلنا دائما تنتهي بحوار، وأكيد بأن هذه فرصة لإعادة بعث العلاقات والارتقاء بها إلى تاريخ العلاقات الجزائرية الإماراتية. لا يجب أن يكون لدينا حرج أو عقدة، لأن مصالح شعبين رمزية الرؤساء هم يمثلون الشعوب. اليوم صراحة الجالية الجزائرية في الإمارات يعني تعيش في ظروف هادئة، لم تكن هناك لا استفزازات ولا استغلال لتلك الأزمة للتأثير على الرعايا الجزائريين في الإمارات، وحتى الإماراتيين يأتون إلى الجزائر لمصالحهم أو لاستثماراتهم، والصراحة كان خلاف على مستوى الدبلوماسية، واليوم من خلال هذه الأمور تجعلنا ربما نتفائل بمستقبل أحسن، لأن الظروف التي تمر بها العلاقات الدولية تحتاج إلى رصانة وإلى حكمة وإلى ود وإلى تقوية العلاقات. ويكفي بأن أمس في جامعة الدول العربية اتفق العرب
على الأقل نصف خطوة لتجميد عضوية الكيان الصهيوني، ولم يكن هناك هذا التوافق لما كانت هذه النصف خطوة على الأقل. وبالتالي نحن اليوم من هذا المنبر من باب المسؤولية دائما ما نروج للإيجابية. صراحة هذه الخلافات يجب أن تنسى، خاصة في الظرف الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية، وتبقى دائما أستاذ الدبلوماسية والعلاقات الخارجية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ومن صلاحيات وزارة الخارجية. نحن هنا ربما هذه تبقى مواقف تقديرية لآرائنا الشخصية، ولكن يبقى أهم القرارات هي خاصة بالدولة الجزائر. نفس السؤال ربما أعيد طرحه لسيادتكم أستاذ علي روينا، ما فحوى ربما اللقاء المرتقب بين طبعا الرئيس الإماراتي والرئيس الجزائري؟ ما هي ربما أهم الملفات التي ستكون على طاولة النقاش؟ وإن كان طبعا لقاء مرتقب، ما هي الآليات، ما هي الخطوات التي، هل ستكون هنالك شروط ربما؟ تفضل. في الحقيقة كما تفضل الدكتور بوغرارة، هي الإمارات بلد شقيق، بلد عربي، بلد مسلم، يعني في الجغرافيا العربية من المحيط للخليج هناك ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. لكن حدث هكذا سوء يعني في العلاقات، عدم تلاقي أو تقاطع في العلاقات وما إلى ذلك، خاصة بالتواجد الإماراتي على مستوى ليبيا وفي السودان وما إلى ذلك. هذا أزعج الجزائر بكل تأكيد، وعبرت عنه عن طريق الرئيس تبون. حتى أيضا ربما تحالف الإماراتي مع نظام المخزن ضد الجزائر، هذا سبب نوع من أيضا الارتباك في العلاقات الجزائرية الإماراتية. أكيد، لأنه الإمارات متواجدة في كل في حال لقاء التوتر، خاصة في الصراعات العربية العربية. نعم. دائما تجد الإمارات في ليبيا، في السودان، في المغرب، في كل مكان متواجدة، زائد علاقاتها، وإن كان هذا أمر داخلي لا يهمنا، وهو علاقاتها مع الكيان الصهيوني. لكن ما حدث هو تهديد أمن القومي مباشرة، وكان يعني التعبير عنه صريح جدا ودقيق من طرف السيد رئيس الجمهورية. وبالتالي هذه الرسالة كونها رسالة تهنئة تدخل في البروتوكولات ما بين دول العالم، إلا أنها تدخل أيضا وهي فرصة من أجل إذابة الجليد. وكان أول لقاء في يعني في مؤتمر السبعة كما ذكر الأستاذ، وجاءت هذه الفرصة للرئاسيات، هي فرصة أخرى ثانية لكي يلتقي الأشقاء ويذوب الجليد. ومن هنا ممكن حتى هذا التواجد الإماراتي في ليبيا وما إلى ذلك قد يتم التفاهم عليه، كما حدث أيضا مع العلاقات الروسية الجزائرية أيضا، لأن هناك لجنة ثنائية من أجل يعني الحديث على تواجد فاغنر في الساحل. يعني هذا بلد شقيق، ويجب يعني إعادة العلاقات، وكانت علاقاتنا قديمة وعلاقاتنا فيها شراكة وعلاقات أخوة وعلاقات عروبة وما إلى ذلك، وإنما هذا الحدث فقط الذي أفسد هذه العلاقات أو وضع شيء من التشنج ما بين البلدين. والآن يبدو لي أنه آن حان الوقت وجاءت الفرصة لرأب الصدع، وترجع العلاقات إلى طبيعتها الأولى إن شاء الله. أعيد طرح السؤال ربما بصيغة، تفضل تعليقك. نفس سياق سيدنا، ربما الحديث في هذه البرقيات عن لقاءات وعن ترتيب للقاءات، لا ننسى بأنه في نهاية الشهر هناك الجمعية العامة 79 للأمم المتحدة. وفي حالة ما شارك رؤساء الدول ومنهم ربما الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ربما هذه احتمال كبير راح يكون حاضر، لا هذه المحطة أعتقد بأنها فارقة، خاصة أنها تسبق الانتخابات الأمريكية والملف الفلسطيني وما يحدث في غزة. أعتقد بأن كل رؤساء الدول الذين غابوا عن الجمعيات العامة سابقة الأمم المتحدة سيحضرون بقوة، بالنظر إلى الظرف الذي تمر به العلاقات الإقليمية والدولية. أعود إلى السؤال، وقلت اللقاء المرتقب ربما بين الرئيس الإماراتي والجزائري، كنت طرحت سؤال، قلت ما هي الآليات، ما هي الشروط ربما؟ لو نطرح السؤال بطريقة أخرى، في حال ما إذا كان اللقاء بين البلدين أو رؤساء الدولتين ضيفي الكريمة، هل ربما الإمارات ستعيد النظر في علاقاتها مع نظام المخزن ضد الجزائر؟ لا، الجزائر هي تحترم علاقة مختلف الدول بدول أخرى، لأنه فيه قضايا ربما كانت تهدد الأمن الجزائري واستقراره. وفيه أستاذ على مستوى الإعلام فيه مثل هذا الكلام، ولكن شيء رسمي ما فيش. لا، هو ليست قضية رسمية، وإنما الجزائر ترفض فقط أن تمس من خلال علاقة دولتين
من أجل استهداف الجزائر، أما أمور أخرى الإمارات لديها كل الحرية في عقد العلاقات مع من تريد وتدعم وتمنح ما تريد لمختلف الدول، لأن الجزائر دولة سيدة ولديها ثقة في نفسها. فقط نرفض التشويش على مصالح الجزائر. حتى نعطي مثال، مثلا مشروع تمرير أنبوب الغاز من نيجيريا النيجر الجزائر، فيه خروقات، فيه تشويش. عندما تسير الأمور بين الجزائر النيجر ونيجيريا تظهر بعض التشويش الإعلامي ويريدون خطف المشروع. عندما يكون هناك هدوء في تناول المشروع الكل ينسحب وبقي المشروع في مكانه، وبالتالي فيه تشويش على مصالح واستثمارات الجزائر. هذا ما ترفضه الجزائر. الجزائر ترفض أن تزود الدول بالسلاح من أجل التأثير على العلاقات مع الجزائر، أو ولكن أمور أخرى تبقى الدول حرة في عقد علاقاتها وترقية علاقاتها مع من تريد. والجزائر لم تكن دائما، ليست لديها أي عقدة في علاقات بين مختلف الدولتين، وبالتالي العلاقات الجزائرية الإماراتية مثلما مرت بحالة من الاختلاف والخلافات، حتى أنه من خلال مجلس الأمن الذي كان قد عقده الرئيس عبد المجيد تبون يعني وصفها بالدولة الشقيقة، يعني حتى نعم. أنه قال اللحظة الأخيرة ما حبش بالعامية اسمحوا لي هذا المصطلح ما ربحش العيب يعني ولا كان يعني تفضل دبلوماسي لأبد الحدود. تعليق يعني في الندوة الصحفية كان صريحا قال تبقى هذه الدولة دولة شقيقة ولا نكن لها أي عداء، بل بالعكس نكن لها كل احترام وكل الود والعلاقات العربية. لم يكن يعني ذهب بعيدا في كلامه، وإنما حذر، لأنه كما تفضل الأستاذ كل ما يمس الأمن القومي الجزائري فهو يجب أن تكون هناك حوله كلام، ولا يجب الجزائر أن تبقى مكتوفة الأيدي بل ترد وتسعى لإزالة هذه الأخطار دائما في نفس السياق. يعني تهاني تاع الدول، حتى محمد السادس ملك المغرب بعث برسالة تهنئة وجدد يعني دعوته إلى فتح الحدود وإعادة العلاقات إلى طبيعتها. بمعنى كل هذا يدخل في إطار يعني الأخوة والجيرة وما إلى ذلك مهما حدثت من مشاكل، ولما لا تكون. هل من نستطيع القول باش نروحوا لنقطة أخرى لروسيا، هل برقيات التهاني هاته بمثابة اليوم صفحة جديدة بعض الدول تريد قد تكون إذا كانت هناك نوايا؟ أنك ذكرت لي المغرب نعم، إذا كانت كان هناك نوايا، يعني حتى في تصريح أحمد عطاف وزير الخارجية وتصريح الرئيس تبون في ندوة صحفية أيضا تكلموا، قال عندما نذهب إلى الاتحاد الإفريقي يقولون لنا أين أنتم في الاتحاد في اتحاد المغرب العربي الكبير، قال نحن بدون وحدة، ولذلك كانت تونس وليبيا والجزائر. وصرح مفتوح أيضا نعم، وصرح عطاف بنفس التصريح مع الرئيس قال الباب مفتوح حتى للجيران للمغرب بدون يعني بدون اي مشكل. راح تكون هنالك مستجدات وتحديات دوليه، بمعنى هذا العالم هذا لا يؤمن الا بالتكتلات، نحن في عصر التكتلات وعصر القوى، يعني هذا العالم اصبح مجنون لا يؤمن الا بالقوى، والقوى لا تكون يعني منفرد في بلدك، بل تكون سواء تكون لك تحالفات او تكون في اطارك الرسمي والطبيعي او بعدك الطبيعي الذي هو العربي الاسلامي مثلا، وبالتالي هنا تكمن القوى، ولا تكون قوة ولا تمثل أي قوة منفردا من المستحيلات. وبالتالي السعي وراء يعني إعادة العلاقات العربية مهم جدا مهما كانت المشاكل، يعني فقط أن تخلص النوايا من أجل يعني نفس الهدف وهو تصحيح هذه العلاقات وإرجاع السكة إلى وإرجاع العرب على السكة. دكتور بوغرارة، لو نتساءل عن كنا ناقشنا ربما في بلاطوهات سابقة التحديات التي تواجه الرئيس القادم للجزائر، طبعا احنا اليوم كشفنا على وعرفنا أن الرئيس المجيد تبون هو الذي سيتولى سادة الحكم لمدة 5 سنوات، ما هي ربما أهم التحديات التي ستواجه عبد المجيد تبون باختصار باش نروح للعلاقات الجزائرية الروسية؟ تفضل. والتحديات فيه ما هو داخلي مرتبط خاصة بما يتعلق بالقضايا العادلة وطبعا موقف الجزائر منها مثل الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية وحتى السنوار، باش من بعث برسالة إلى الرئيس تبون يجدد فيها طبعا نداء للجزائر حكومة وشعبا بالوقوف مع الفلسطينيين. تمام، وهو ثمن ما حتى هذه الرسالة هي نوع من الارتياح للمقاومة الفلسطينية بأن فيه دول واقفة معها، ولو بكلمة ولو بدبلوماسية ولو بنقاش في مجلس الأمن ولا بأي خاصة شيء، خاصة أنه موقف الجزائر ثابت يعني ثابت، والرئيس
مثل ما أوله إعلام كيان صهيوني بأن مواقف الجزائر هي إعلان حرب على الكيان الصهيوني، والصراحة أن هذا الموقف ليس جديد لأن العرب والصهاينة في حالة حرب منذ 1948 على الأقل، وبالتالي كانت فيه الكثير من التأويلات. هناك من حاول التقليل من شأن مواقف الجزائر عندما قال الرئيس بأنه يريد إرسال جيش الجزائري لإقامة مستشفيات عسكرية ميدانية، وحتى إن كانت أمور أخرى ربما هذه تبقى من أسرار الدفاع الوطني، والجزائر لديها كل حرية في التعامل مع مختلف الملفات مثل ما يتعامل الغرب في دعم الكيان الصهيوني، وبالتالي ليس لدينا أي حرج في الإعلان عن دعم المقاومة أو محور المقاومة، سواء من علاقتنا مع إيران أو لبنان أو تبني القضية الفلسطينية أو الصحراء الغربية أو إرسال شحنات من الفيول إلى لبنان، لأننا ندعم الإخوة الذين هم في محور المقاومة بالشيء الذي نقدر عليه، وحتى الإخوة في اليمن، وبالتالي ليس لدينا أي عقدة. عارضنا الحرب على اليمن، دعمنا لبنان في الكثير من المعطيات، وبالتالي هذه المواقف الجزائرية هي التي تجلب لها الاحترام من الأعداء، لأن الأعداء دائما يقولون بأن الجزائر لا تنافق في مثل هذه الأمور. ربما حتى نعود ونفتح المجال للمجال الروسي، اليوم وفد عسكري مهم لروسيا في الجزائر مهما بلغت الخلافات والاختلافات، ولكن الجزائر من خلال مبادئها قد تدخل في خلافات مع الدول، ولكن الدول الأخرى دائما ما تتفطن بعد مرور الوقت أو عبر التاريخ بأن الجزائر كانت محقة في مواقفها تجاه مختلف الملفات سواء في الساحل، لأن الجزائر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الجزائر في كل شيء في منطقة الساحل، عندما رأت بسحب طائرات بدون طيار من النيجر قامت بسحب الطائرات العسكرية، أكيد فيه تنسيق مع أكيد بأنها تشاور الجزائر في هذه الأمور. ولماذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمسك بالحلول العسكرية في إفريقيا وبقي الأفريكوم متمركز في شتوتغارت الألمانية؟ وبالتالي التنسيق يجب أن تكون فيه ثقة، لأن تبادل المعلومات الاستخباراتية في مناطق مثل الساحل، الجزائر دائما ما تتعاون وفقا بما يحفظ سياسة الدول وعدم تمكين دول أخرى من التدخل في إفريقيا، وبالتالي دائما المصلحة العامة. التاريخ دائما ما ينصف الجزائر في مواقفها من مختلف أزمات، ولكن اليوم هذا لم يمنع بوتين من تهنئة الرئيس عبد المجيد تبون، ولم يمنع وفد عسكري من زيارة روسي من تواجد اليوم في الجزائر من أجل التباحث على العلاقة. نعم أستاذ بغرارة وأيضا أستاذ أروينة، هل يمكن اليوم القول أنه لابد أن نفهم على أنه ما نقولوش بلي روسيا تحبنا ولا ما تحبناش، وإنما هي مصالح؟ مثلا نشوف أنه تركيا يعني بعت الأسلحة لطائرة مسيرة لأوكرانيا مثل ما دارت صفقة يعني مع روسيا، يعني هل نقدر نقول اليوم المصالح هي سيدة كل شيء؟ اليوم ما نشوفش لهذا فلان يحبني ولا فلان. هو أستاذ من حيث البراغ أنا أستاذ لا يمكن أن نحكم على علاقات تركيا مع مالي. لا يعني هذا مثال فقط يعني. مثلا لا هم هناك مثلا في ليبيا أيضا روسيا وتركيا، هناك ما يسمى أثرياء الحروب وهناك من يسمون تجار الحروب. اليوم عالم اليوم في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الجميع يبيع كل شيء لمن ورد أو مبدأ فيفو في التجارة، سوق ربحة، من يأتي الأول يأخذ السلع، وبالتالي هذه أمور متواجدة وبراغماتية أو فيها نوع من تسبب في مآسي إنسانية على أن تستفيد بعض الدول المالية. ربما توضح أكثر باش أنا هذا السؤال يعني يتبادر إلى ذهني وأريد يعني إجابة واضحة. هل اليوم تعارض ربما مصالح الجزائر مع روسيا في بخصوص قضية مالي وغيره هذا ما يعنيش على أنه اليوم كل الاتفاقيات المبرمة بين روسيا والجزائر يعني راح تكون مهب الريح؟ لا لا، شوفوا أستاذ، هو العلاقات بين الدول تخضع إلى النسبية وليس إلى المطلق. لا توجد عداوات دائمة ولا صداقة دائمة، هذا مبادئ معترف بها في الساحة، ولكن أكيد بأن روسيا من خلال مواقف الجزائر ونظرتها في منطقة الساحل واتفاق الجزائر والدفع بالتسوية السياسية، ولكن هنا جزء تتحمله مالي كذلك، أكيد بأن الروس عندما ذهبوا إلى منطقة الساحل اصطدموا بوقائع لم تكن مثل ما كانت في مخيلتهم، لأن بين الواقع وبين الرؤية التنظيرية ليس تمام، وبالتالي حدثت أمور مخلة بالكثير من الاتفاقيات ومن القانون الدولي، وبالتالي مواقف الجزائر ليست كانت ضد
ضد روسيا أو ضد مالي، ولكن كانت من أجل المصلحة العامة بما فيها مصالح الجزائر. لا نستطيع أن نترك الدول تعبث بحدودنا أو هناك أمن قومي، هناك اتفاقيات، وإلا لبقيت فرنسا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي الجزائر لا تتدخل في اختيار الشركاء الأفارقة، ولكنها دائما تعمل إلى وضع هادئ على مستوى الحدود، وإلا استمرار هذه الأمور هذا يؤكد بأن هناك مؤامرة ضد الجزائر. على كل الخلافات واردة في العلاقة الدولية، الجزائر دولة سيدة، ولكن الاتفاقية دائما ما تعود بالنظر إلى الظروف التي تمر بها العلاقات الدولية، لأن لا دول اليوم ليس هو الوقت المناسب من أجل إحداث عداوات في علاقات الدول فيما بعضها البعض، ولكن اليوم من خلال هذه اللقاءات تؤكد بأن العلاقات نسبية، وبأن المصالح يجب أن تعود إلى طبيعتها، والهدوء يجب أن تعود، وتصحيح مختلف الاختلالات، لأننا نحن لسنا دولة ضعيفة التي تقبل بأمور فوق طاقة الجزائر، ولكن دائما أستاذ نؤكد بأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات السلطات العليا في البلاد، وليس في المقالات الإعلامية أو في الآراء الشخصية التي نطرحها في البلاطوهات. فأكيد بأن السلطات العليا لديهم المعطيات ولديهم النظرة التي تسمح بتسيير العلاقات مع الدول وفقا لما يخدم مصالحنا، أو على الأقل لا نتضرر من هذه العلاقات. نعم، نبقى دائما في العلاقات الروسية الجزائرية أستاذ علي أروينة. ربما هي كانت على الاتفاقيات التي أبرمت بين روسيا والجزائر منذ تولي استراتيجية، نعم، وهو بوتين كان آنذاك دار اتفاقية مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كانت تسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي. اليوم بعد ما كان في هنالك لقاء رئيس الجمهورية سعد مجيد تبون مع بوتين يعني مرة أخرى، فيه اتفاقية زادوا لها كلمة معمقة أو العميقة، تعاون الاتفاقية التعاون الاستراتيجي المعمق. ماذا نقصد بذلك؟ تفضل. الحقيقة أنه حتى اليوم أنه في البرقية اللي بعث بها بوتين يريد من خلالها أنه يقول من خلالها أنه يريد تعزيز وتوطيد العلاقات في مجالات أخرى. القاعدة المعروفة عند الجميع أنه العلاقات تحكمها المصالح المتبادلة، وهي البراغماتية، كل على حدة يشتغل في إطار البراغماتية وما يضمن مصالحه العليا. وبالتالي الاتفاقية الاستراتيجية مع روسيا هي اتفاقية هامة، ولعل زيارة تبون في 2023 مرر من خلالها رسائل بأن الجزائر سيدة في قرارتها كما ذكرت لك منذ قليل. وبالتالي روسيا في عندما عثت برسالة التهنئة كانت رسالة واضحة، لأنه تواجدها في من خلال فاغنر في الساحل وتعاونها مع القوات المالية، هذه القوات الغير شرعية، هذا معناه يعني سبب حرجا في العلاقات وفتور في العلاقات، وروسيا تحرص على هذه العلاقات وهذه الاستراتيجية، هذا الاتفاق الاستراتيجي، وروسيا ليس لها بديل، ولكن الجزائر لها بديل، يعني عندها أوراق كثيرة. الجزائر تعتبر أول زبون في إفريقيا وفي العالم العربي في مشتريات السلاح بالنسبة لروسيا. لكن هذا في السابق، اليوم راهي في حرب مع أوكرانيا، ربما هي التي تستورد اليوم الأسلحة مش تبيع. من؟ لا لا لا. بخصوص روسيا. الجزائر يبقى هو المستورد رقم واحد في إفريقيا. لا، مستورد رقم واحد لما كانت روسيا ما فيهاش حرب، ولكن اليوم مادام أن روسيا في حرب مع أوكرانيا. شوف، إحنا هي لا تورد الأسلحة. الجزائر عندها أكثر من 60% مشتريات سلاح من روسيا. لا، قلت هذا في السابق، ولكن الآن روسيا لم تعد تبيع الأسلحة، وإنما هي من تشتري مادام أنه في حرب مع أوكرانيا. سبب غرارة إذا كان فيه تعليق. لا، إلا كانت فيه طلبيات، لأن الأسلحة تكون وفقا لعقود بين مختلف الدول. لا، مرة في حرب تبقى تورد الأسلحة، ولو لأن العقود إذا كانت تستمر لسنوات فروسيا مطالبة بالوفاء، مجبرة على أنه ممتاز. إذا قلت أنه هذه نقطة ثانية. الجزائر لها خيارات في اختيار شركائها، وبالتالي روسيا تفهم هذا جيدا، ممتاز، وتفهم علاقتها مع الجزائر بتواجدها من خلال فاغنر، وبالتالي اتفق الطرفان على يعني لجنة ثنائية من أجل حلحلة هذا الموضوع بما يخدم المصالح المشتركة والحد من التواجد الروسي، في رغم أن روسيا تحرص على تواجدها في الساحل والصحراء من أجل كما قلت لك من أجل يعني استخلاف القوات الفرنسية والأمريكية، وهو صراع محتدم في الساحل والصحراء من أجل ما بين هذه القوات. والجزائر لن تكون شريك لأنها تلزم الحياد في إطار سياسة عدم الانحياز، ولا تدخل حتى في سياسة التوافقات، والجزائر دائما
تسعى إلى تغليب صوت الدبلوماسية، صوت إسكات، صوت البنادق وما إلى ذلك، وجمع الفرقاء حول ما يسمى بالحوار الثنائي ولا البيني البيني. وبالتالي الجزائر هذه سياستها، وروسيا تدرك هذا جيدا وتحرص على العلاقات مع الجزائر بأي طريقة من الطرق، بأن لا تذهب هذه العلاقات. ولعل الرسالة هذه كانت واضحة جدا من أجل إذابة الجليد والرجوع إلى العلاقات في أصلها. سؤال يطرح بإلحاح ضيفي الكريم وفي عجالة الإجابة من فضلك، لأن الوقت تقريبا انتهى. في رأيكم بعد ترسيم النتائج النهائية للانتخابات، من هي الدولة الأولى التي ستكون وجهة الرئيس عبد المجيد تبون؟ والله تخمينات. منذ قليل تكلمنا على الزيارة الفرنسية، وشخصيا وهذا رأي شخصي أتمنى ألا تكون، رغم أن هناك تاريخ طويل وعلاقات طويلة تربطنا مع فرنسا، الجالية، الذاكرة، الجماجم، التعويض، الاعتراف بجرائمها وما إلى ذلك، لكن لا أتمنى أن تكون هذه الزيارة، هذا رأي شخصي. لكن المؤشرات وش تقول؟ الزيارة الأولى لأي بلد؟ والله قد تكون تونس. تفضل أستاذ بغرام، نفس السؤال. هو الزيارة أعتقد ستكون لنيويورك بمناسبة الجمعية العامة 79 الأمم المتحدة، وبعدها ربما لو سمحت لي دكتور نتكلم على الزيارات، مش نتكلم على مناسبات كهذه. تفضل. أعتقد بأن في لقاءات الجمعية العامة أكيد ستتضح الرؤية في من خلال نشاط الرئيس الذي يبقى من يعني الرئاسة، هي المسؤولة عن إصدار مختلف المعلومات الخاصة بزيارات الرئيس، وبالتالي لا نريد ربما الخوض في أمور ليست من صلاحيتنا. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حكيم بوغرارة، أستاذ جامعي ومحلل التلفزيون الوطنية. شكر موصول أيضا أستاذ علي روينة، خبير أمني ومحلل سياسي. مشاهدينا الأكارم، بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج من الجزائر. شكر موصول إلى مخرج هذا البرنامج نجيب درويش، وأيضا المصور لحسن مازني، وأيضا تقني الصوت إدير بن قبلي، وكان في التنسيق جمال بومدين. خدمتكم أنا عمر بن رقطة ميكروفونيا. تقبلوا تحياتي، تحيات الفريق التقني، والسلام عليكم.